هذه امرأة تسأل فتقول إنها قد أمضت جل عمرها في أمريكا وكانت متهاونة في الصلاة وتشعر بضيق شديد كلما أرادت أن تصلي، فسألت أحد أقارب أمها فقال لها لا تصلين ما دمت تشعرين بالضيق. يقول ما الذي يجب علي أن أفعله الآن؟ يجب عليها التوبة إلى الله والمحافظة على الصلاة وتترك الوساوس والهواجس التي مضت، إذا تابت تاب الله عليها. نعم.